أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صناعة الوهم. روسيا مستاءة من الغارات الإسرائيلية على سوريا والتحالفات ضد إيران، لكن بالمقابل بأوامر روسية تغييرات بمناصب إيرانية حساسة في سوريا. أيضا في هذه الحلقة السماء فيلم روسي عن الحرب السورية ومشاهدته واجب عسكري. أهلا بكم من جديد. في ظل الحديث عن تلقي إسرائيل ضوءا أخضر روسيا لهجماتها على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا، أشار السفير الروسي لدى إسرائيل أنطولي فيكتوروف إلى أن بلاده مستاءة من تزايد الغارات الإسرائيلية مؤخرا. وفي السياق، أفرغت ميليشيات إيران بعض المعدات العسكرية من مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي ونقلتها إلى مطار الشعيرات على الحدود السورية اللبنانية. بحسب موقع عين الفرات، فإن عملية النقل ستكون على مراحل إلى أن يتم إفراغ هذا المطار من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني نحو مطار الشعيرات ومواقع أخرى بناء على تفاهمات مع الجانب الروسي تفاديا لاستهدافه بغارات جوية. يبدو أن مطار التيفور قد أصبح عبئا على الميليشيات الإيرانية بعد استهدافه المتكرر بالطائرات الإسرائيلية. الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري تنقل معدات عسكرية ثقيلة من مطار التيفور وسط البادية السورية إلى مطار الشعيرات جنوبي حمص والقريب من الحدود السورية اللبنانية بحسب موقع عين الفرات. الموقع نقل عن مصادر لم يسمها أن القطع العسكرية المنقولة تمثلت بمعدات اتصال ومدفعيات ثقيلة ومحركات كهربائية وصناديق ذخيرة. يقع مطار التيفور وسط البادية السورية على بعد قرابة 60 كيلومترا غربي مدينة تدمر، ويحتوي على 54 حظيرة ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين، بينما يقع مطار الشعيرات جنوبي حمص بالقرب من مدينة القصير المتاخمة للحدود اللبنانية السورية والتابعة حاليا لنفوذ حزب الله اللبناني. قبل أيام شهد مطار التيفور اجتماعا بين الميليشيات الإيرانية وقادة عسكريين روس من مرتبات مطار حميميم. مراسل حلب اليوم في حمص نقل عن مصدر أمني أن الضباط الإيرانيين طالبوا بوقوف روسيا إلى جانبهم ضد الغارات الإسرائيلية المتكررة، إلا أن الجانب الروسي رفض ذلك، وهو رفض يراه الكثير من المحللين السوريين بديهيا. حتى الطائرات الروسية في حال وجود السلاح الجوي الإسرائيلي في هذه المنطقة فسيكون من خلال إخبار غرفة العمليات المشتركة، وسيكون هنالك خطوط ملاحة، يعني سيكون هذا الجو خطوط الملاحة الجوية متاحة للجانب الإسرائيلي. قد تكون لموقع مطار الشعيرات وقربه من مناطق نفوذ حزب الله اللبناني أهمية لميليشيات إيران التي فضلت إخلاء التيفور لصالح الروس، فهل ستكون الشعيرات بمأمن من الغارات الإسرائيلية؟ أرحب بضيوفي في هذا المحور، ماجد الحمصي مراسل حلب اليوم من حمص، والدكتور محمود حمزة المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي من موسكو، وأيضا ينضم إلينا الدكتور ياسين جمول الباحث في مركز الحوار السوري من ريف حلب. أهلا بكم جميعا. لو بدأت معك ماجد، يعني بعد الاجتماع الذي جرى حول مطار التيفور، هل من تفاصيل جديدة حول آخر التفاهمات الروسية الإيرانية في سوريا؟ نعم، على ما يبدو أخطاء الاجتماع الذي حصل قبل عدة أيام ما بين الجانب الروسي والميليشيات الإيرانية المتواجدة في مطار التيفور بريف حمص الشرقي إلى تفاهمات جديدة، يعني تقضي بانسحاب الميليشيات الإيرانية من مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي بعد الغارات التي استهدفت موقعه خلال الفترة الماضية. على ما يبدو، يعني على ضوء التحركات على الأرض، بدأت قوات النظام باستخدام تعزيزات عسكرية
تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية إلى مطار التي فور، تمهيدا لانسحاب القوات والميليشيات الإيرانية نحو مطار الشعيرات. هذا الأمر حصل خلال اليومين الماضيين، حيث تم يعني تسجيل تم رؤية أرتال عسكرية تتجه نحو مطار الشعيرات. نعم. الصوت غير واضح لديك ماجد، سأعود إليك فيما بعد، لكن دعني أنتقل إلى ضيفي الدكتور ياسين. يعني أهلا ومرحبا بك مجددا دكتور ياسين. إيران تنفي انسحابا من مطار التيفور على الرغم من تأكيد عدة مصادر، لماذا عاد هذا التنافس الروسي الإيراني على المطار؟ يعني هذه ليست أول مرة يحدث فيها هذا الموضوع. نعم، حياكم الله، أسعد الله مساءكم جميعا، وأسعد الله مساء الأخوة المشاهدين. بخصوص مطار التيفور ومطار الشعيرات، مطار التيفور فضلا عن جاهزيته العالية كمطار عسكري فيه مدارج وفيه حظائر طيران يساعد الطيران الإيراني ويساعد إيران في امتدادها، إلا أنه كذلك يتحكم بعقدة مواصلات، لأنه على الطريق الذي يتحكم من الخطوط العابرة للبادية السورية سواء باتجاه الشمال أو باتجاه الشرق. فأهمية مطار التيفور ليس من كونه وحده مطاراً عسكرياً، وإنما لأنه يسيطر على عقدة مواصلات تحكم المنطقة الوسطى وتحكم البادية السورية. كذلك الأهمية الأخرى لمطار التيفور أنه يقترب كثيراً من حقل الشاعر، وهو من الحقول النفطية المهمة جداً، وكذلك الحقول الغاز، فضلاً عن قربه من مناطق خنيفيس، من مناطق الصواني، وهي مناجم الفوسفات التي تتنافس فيها إيران مع روسيا. فهذه هي الأهمية الاستثنائية لمطار التيفور، وبالتالي يعني لن تنسحب منه إيران من وجهة نظرك، يعني بناء على هذه الأهمية التي ذكرتها، إنما هي أقرب إلى إعادة الانتشار. إذا كنا نحن نتكلم عن مطار التيفور ومطار الشعيرات، فالمسافة أصلا بينهما ليست ببعيدة. أنا أعتقد أن هناك خطأ في التقرير. عندما نتحدث عن المطار الواقع جنوبي حمص، فهو مطار الضبع العسكري الذي يقع في ريف القصير حيث مناطق سيطرة حزب الله، وهو أيضا المطارات التي تعرضت أكثر من مرة لضربات إسرائيلية. أما إذا كان الانتقال والانسحاب من مطار التيفور إلى مطار الشعيرات، فالمسافة أصلا قريبة، لأن الشعيرات تقع بالقرب من مهين حيث المستودعات العسكرية الضخمة أيضا، وكذلك فيها مطار عسكري، ولكنه مطار عسكري صغير قياسا على مطار التيفور. وإيران تريد من هذه المطارات كما ذكرت، فضلا عن الموضوع العسكري، تريد المناطق التي فيها التنافس الأساسي مع روسيا اليوم، وهو موضوع الفوسفات والغاز وكذلك الطريق، فضلا عن أنه إخلاء لمناطق البادية السورية يهدد مشروعها الذي تحكم فيه أو تحلم فيه بمشروع الهلال الإيراني من إيران إلى العراق إلى سوريا ولبنان. فإخلاء للبادية يتيح المجال لمنافسيها الآخرين أن يهددوا مشروعها العابر للحدود بهذه الطريقة. نعم، لو عدت إليك ماجد، يعني هناك غارات إسرائيلية كانت على مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، لكن موقع المصالحة الروسي تحدث عن صدها من قبل قوات النظام بصادات روسية، هل من تفاصيل لديك عن الضربات الأخيرة؟ نعم، يعني هذه التصريحات الرسمية الواردة عن وزارة الدفاع السورية لاقت يعني موجة من الاستهجان بصراحة من الشارع الموالي في حمص، لا سيما أن الغارات طالما تسفر عن تكبيد مواقع قوات النظام وميليشيا حزب الله والميليشيات الإيرانية المتواجدة في ريف حمص الجنوبي وريف حمص الغربي، خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، لا سيما الغارة الأخيرة التي استهدفت مواقع قريبة من حي المزرعة تحديدا قرب كازية كباش في ريف حمص الجنوبي الغربي، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط تم تشييعهم يوم أمس من مشفى حمص العسكري بحضور يعني ضباط وصف وقيادات من حزب الله اللبناني. نعم، سأنتقل إلى الدكتور حمزة. دكتور حمزة أهلا بك مجددا. التنافس الروسي الإيراني اليوم حول السيطرة على المطار قد لا يكون جديدا، لكن بدأ أن موسكو استفادت من الغارات الإسرائيلية المتواصلة عليه من أجل حمل القوات الإيرانية على الانسحاب منه. نعم، أعتقد أن التنافس الروسي الإيراني في سوريا هو واضح للجميع يعني في مجالات مختلفة، والآن بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة إلى موسكو،
ولقاء بوتين طبعا تم هناك بدون شك التنسيق وتم تفاهم حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية. الإيرانيين منافسين للروس في سوريا الآن أصبحوا بعد أن كانوا متحالفين عسكريا. الروس الآن يفكرون بالمستقبل يعني مرحلة الإعمار ولا يريدون أن يشاركهم الإيرانيين في ذلك، وطبعا هذا ينسجم مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية. وبالتالي يعني الروس أنا ما أعتقد وعندي شبه قناعة أنهم كما غض النظر سابقا عن الهجمات الإسرائيلية للمواقع العسكرية فيها إيرانيين، الآن أيضا سيزداد الأمر أكثر، وهذا يصب في مصلحة إسرائيل وروسيا بنفس الوقت. وبالتالي يعني هذه يعني الأخبار عن اجتماعات روسية إيرانية وعن إخلاء بعض المطارات محتوى الحرس الثوري، يعني هذه ليست جوهرية ولكن هي مؤشر على أن الإيرانيين أيضا بدأوا يتجنبون الضربات الجوية الإسرائيلية ويريدون أن يتجمعوا في مناطق أبعد عن يعني لنقل عن مواقع المعرض للقصف. يعني علما بجنوب سوريا يوجد ميليشيات إيرانية ويوجد ميليشيات من حزب الله وهي على حدود إسرائيل، يعني مشان ما نفهم أنه الموضوع يعني هو هذا العداء الكبير يعني كبير جدا بين إيران وإسرائيل، لأن كلهم عم بيلعبوا أدوار عمليا، لأن ما تقوم به إيران في سوريا يكمل تماما ما تريده إسرائيل، وروسيا أيضا تصب في نفس الاتجاه. يعني عمليا هن كلهم اتفقوا على تدمير سوريا وعلى إيصالها إلى ما هي عليه الآن مع المجرم بشار الأسد. عمليا يعني لا نعود كثيرا على التنافس الروسي الإيراني لأنه ليس مبدئيا، هم كلهم يبحثوا عن مصالح، طبعا الروس عن مصالح اقتصادية وجيوسياسية وعسكرية، أما الإيرانيين فلديهم مشروع طبعا طائفي قومي أخطر من الروس حقيقة، وهم متغلغلين في الأرض السورية في المجتمع السوري بخلاف الروس اللي ركزوا على القوة العسكرية. نعم، سنتابع في هذا النقاش مع ضيوفي لكن بعد هذا الفاصل. الروس يوافقون سرا ويرفضون علنا ضربات إسرائيل في سوريا، ابقوا معنا. بين الخبر والخبر تنتشر العديد من الروايات وربما تكون الصورة غير واضحة. في برنامجنا المشهد الأسبوعي نرصد لكم خلال شبكة مراسلين المواضيع التي تهم السوريين داخل البلاد وخارجها، لنقدم لكم الخبر دون تحيز ونكون أقرب إليكم وتكونوا أقرب إلى الحق. أهلا بكم في صناعة الوهم. نناقش في المحور الأول الاجتماعات الإيرانية الروسية حول سوريا والتي تمثلت باجتماعات ميدانية داخل البلاد وأخرى خارجها.
تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن طرد قائد القوات الإيرانية في سوريا مصطفى جواد الغفاري من سوريا عقب خلافات مع جيش النظام والقوات الروسية. نتابع المزيد من هذه التفاصيل في التقرير التالي. جزار حلب يغادر الأراضي السورية مطرودا بعد ارتكابه العديد من المجازر بحق سوريين خلال 10 سنين مضت. هذا ما تحدث عنه موقع راديو فردا الإيراني حول مصطفى جواد الغفاري القائد الأعلى لما أسموه القوات شبه العسكرية الإيرانية في سوريا. خلاف بين الغفاري وجيش النظام والقوات الروسية كان سبب الطرد. الخلاف تمحور حول كيفية التعامل مع القوات الأمريكية والتركية المنتشرة على الأراضي السورية. الغفاري التقى بالروس أيضا قبل أيام وطلب منهم التواجد في بعض القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، وأهمها مطار التيفور، وذلك لمنع الهجمات الإسرائيلية عليه، الأمر الذي قوبل بالرفض الروسي، والطلب بإخلاء مطار التيفور من القوات الإيرانية. القيادي الإيراني بدوره عارض الطلب الروسي، لكن رحيله جاء عقب هذه المعارضة مباشرة، وانسحبت القوات الإيرانية من المطار. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب نفى ما تردد عن طرد الغفاري من سوريا، وقال بأن فترة ولايته قد انتهت. راديو فردا الإيراني لم يؤكد طرد الغفاري فحسب، بل تحدث عن تغييرات شملت استبدال وطرد حوالي 20 ضابط أمن تابعين للحرس الثوري الإيراني من مراكز حساسة من سوريا. أردشير ريزان رئيس الأمن بمطار تيفور، والحاج دهجان قائد القوات الإيرانية شرقي حمص، وأبو صلاح العتيق قائد القوات الإيرانية في تدمر والمسؤول عن التوجيه هم أبرز الأسماء التي طردت من مراكزها بحسب الوسيلة الإيرانية. يبدو أن هوة الخلاف الروسي الإيراني ذاهبة للاتساع، ويبدو أن انحناءات إيرانية أمام عاصفة التفاهمات الروسية الإسرائيلية ستشهدها سوريا في الأيام المقبلة. مجدداً أرحب بضيوفي في هذا المحور ماجد الحمصي مراسل حلب اليوم من حمص، الدكتور محمود حمزة المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي من موسكو، ومن ريف حلب الدكتور ياسين جمول الباحث في مركز الحوار السوري. أهلاً بكم جميعاً. سأعود إليك ماجد، يعني هل لديك معلومات حول تنحية الحاج جواد غفاري قائد ميليشيا الحرس الثوري في سوريا مع وجود أنباء تحديداً يعني جديدة؟ هو التنحية ليست جديدة، لكن اليوم هناك أنباء بأنها تمت بناء على خلافه مع القوات الروسية. بالضبط، يعني تواردت الأنباء هنا في منطقة حمص تحديدا ضمن المناطق، لو نتحدث عن منطقة الاقتياد التي تقودها ميليشيات تابعة لقيادات في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مؤخرا، كان هناك حوار أو ماجد هل تسمعني؟ في نفس المنطقة في ريف ماجد، يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصال مع ماجد، قد نعود إليه لاحقا. سأنتقل إليك دكتور ياسين، يعني تغييرات بأوامر روسية طالت مناصب حساسة إضافة لغفاري في سوريا، هل اتسعت اليوم كما تساءل التقرير يعني دائرة الخلاف بين الروس والإيرانيين في سوريا إلى هذه الدرجة؟ نعم، موضوع الخلاف الروسي الإيراني كما تفضل الدكتور محمود، لا يعني ما يجب أن ندركه أن الخلاف هذا بالنهاية خلاف على الهامش وليس على المتن كما يقال. اليوم إيران تعداد الميليشيات الإيرانية في سوريا ما بين 100 إلى 150 ألف، وما قدمته إيران يفوق 15 مليار دولار، وكذلك في القتلى فقط ما بين 2011 و2014 أن 10,000 قتيل من الميليشيات الإيرانية. لذلك لا يتخيل أنه مثل هذه الخلافات ستؤدي إلى خلاف كبير أو خروج إيران من سوريا أو نزاع روسي إيراني. لذلك هذه الخلافات عندما يكون الخلاف على بعض الأسماء فلا شك أن إيران ليست بدرجة من الغباء أن تعاند الدب الروسي من أجل خسارة كبرى من أجل شخص أو اثنين أو عشرة. ما قدمته إيران في سوريا ليس بقليل، وما تريده من سوريا ليس بقليل، فهو أكبر عندها من الأشخاص ومن بعض المكتسبات. لذلك من الطبيعي أن تميل مع العاصفة
وتقبل بعض التنازلات حرصا على مشروعها الأكبر العابر للحدود والذي يتصل بمشروع إيران في المنطقة وليس في سوريا فحسب. يعني تقول بأن هذه الخلافات اليوم لا تهدف لإنهاء الوجود الإيراني، قد تكون يعني لتقليم الأظافر إن صح التعبير. ليس أكثر، وإنما ولتحديد المكتسبات. كل جهة من هذه الجهات لها مكتسباتها التي تريد ولها مناطق نفوذها، فلا بد يعني يجب أن نحفظ أن تحفظ هذه القوات مكتسباتها دون أن يعني مع الأسف اليوم سوريا مع الأسف مثل الكعكي، كل منهم يريد حصته وكل منهم يستفيد من الآخر. روسيا لا يمكن أن تضحي بإيران، روسيا لا يمكن أن تضحي بإيران. اليوم إيران هي التي ثبتت النظام السوري، ولو أن إيران يعني كفت المؤنة وكفت لكسر الثورة السورية لما تدخل الروس، ولكن اليوم بعد أن تدخلوا كل منهم يريد أن يسترد ما دفع. لذلك حتى في الداخل الإيراني هناك أصوات أنه بعد ما دفعنا وبعد ما بذلنا في سوريا ما الذي نجنيه؟ نعم. اليوم الروس يجنون أكثر منا والأتراك يجنون أكثر منا، لأنه الكلام اليوم صار فقط على المردود على العائد مع الأسف من هذه الحرب أو من هذا الاحتلال لسوريا. نعم، سأنتقل إلى الدكتور حمزة. يعني دكتور حمزة، هل تتفق مع ضيفي بأن اليوم روسيا لن تستغني عن إيران؟ لكن هناك في المقابل من يقول بأن اليوم يعني المعارك هدأت على الأرض وروسيا كانت تعتمد على إيران بهذا الموضوع. يعني نعم، أنا أتفق إلى حد كبير مع الدكتور ياسين. الحقيقة أنه يعني الإيرانيين لعبوا دور كبير جدا، الميليشيات الإيرانية على الأرض في دعم بقاء الأسد، يعني طبعا بالتعاون مع الروس بدعم روسي جوي. الروس يخشون من أن تخرج إيران من سوريا حقيقة، لأنه إذا خرجت بشكل نهائي الروس في ظل أوضاع غير مستقرة، الروس يريدون أن يخلقوا بديل في سوريا أو يعني يحافظوا على نظام مستقر. وإلى الآن هم بحاجة للإيرانيين، هم صح يريد أن يحجموا الإيرانيين، يريد أن يبعدوهم عن يعني الساحات الرئيسية، يريد أن يضعفوا نفوذهم، لكن الوجود الإيراني على الأرض هذا إلى الآن روسيا تلوح به ضد مثل أمريكا، ضد حتى تركيا، ضد قسد وبسد وإلى آخره. يعني الروس هم يلعبون بالورقة الإيرانية، والإيرانيين أيضا يلعبون بالورقة الروسية، لأن الإيرانيين ليسوا أقل شأنا من روسيا، هم لديهم دور فاعل في سوريا وتخريبي وتدميري يعني. والروس إلى الآن هم فقط يريد أن يحجموا الدور الإيراني، بتقديري لا ليس في خاطر الروس الآن أن ينهوا الدور الإيراني، وهذا أمر صعب جدا إلا إذا قررت أمريكا ذلك وإسرائيل. عندما تتفق أمريكا وإسرائيل مع روسيا فأنهم قادرون على إنهاء الوجود الإيراني، ولكن هذا أعتقد الوجود الإيراني في سوريا يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل، مثل ما الوجود الإيراني في العراق، من سلم العراق لإيران؟ أمريكا. لو عدت إليك دكتور ياسين، يعني ختاما، يعني روسيا اليوم تؤيد الغارات الإسرائيلية ضد إيران سرا، يعني كان ذلك واضحا بعد اجتماعات بوتين بنت خلال الأيام الفائتة، لماذا تخرج اليوم وترفضها وتصفها باللا إنسانية؟ لماذا هذا الحديث المتناقض؟ هذا الحديث من أجل إدارة الشارع العام، بالنهاية في إدارة وعي عام، في إدارة شارع، إذا انتفض الشارع الإيراني ضد حكومته، الوضع الإيراني الداخلي أصلا قابل للانفجار في أي لحظة بسبب العبء الاقتصادي. فإذا صعد الروس وخرجت بعض التصريحات، يعني كنا نلاحظ نحن عند بعض التصريحات الروسية ضد إيران مباشرة يتحرك الشارع الإيراني، بل وأحيانا يتحرك بعض أصوات في البرلمان الإيراني، وهذا ليس من مصلحة إيران وليس من مصلحة روسيا. لذلك كل من الجهتين حريصون على تمرير المشروع الذي يريدون، ولكن المشاكل التي قد تحدث في الوضع الداخلي لأي من الطرفين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور ياسين جمول، البحث في مركز الحوار السوري، كنت معنا من ريف حلب. كما أشكر ضيفي من موسكو الدكتور محمود حمزة، المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي، ومن حمص ماجد الحمصي، مراسل حلب اليوم. مشاهدينا، هذه الحلقة مستمرة بعد الفاصل. أفلام الحرب السورية تلهب حماس صناع السينما الروسي.